الوطني للإبداع الثقافي في جامعة صيفية في طبعتها الأولى، وكذا اليوم تتزامن ذكرى عزيزة علينا نحن كإطارات جمعية الوفاء الوطني للإبداع الثقافي، لو الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس جمعية الوفاء الوطنية، الذكرى الرابعة منذ تأسيسها، وكذا اختتام فعاليات الجامعة الصيفية في طبعتها الأولى. أكيد تخللت هذه الجامعة الصيفية الرعاية السامية للسيد والي ولاية مستغانم، وكذا بإشراف مديرية الثقافة والفنون التي واكبت الحدث لحظة بلحظة، وكذا مديرية التكوين والتعليم المهنيين، وكذلك بلدية مستغانم. فعالية اختتام الجامعة الصيفية التي تزامت مع إحياء الذكرى السنوية الرابعة لتأسيس جمعية الوفاء الوطني للإبداع الثقافي، ستكون فيها كذلك تكريمات رمزية لكل من ساهموا، كذلك ولاية مستغانم، وكذا قطاع الثقافة والفنون، قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وحتى كذلك نشطاء بالجامعة الصيفية، وحتى تكريم رمزي وتكريم مثالي لأنشط مكتب لجمعية الوفاء الوطني للإبداع الثقافي في وقت وجيز منذ تنصيبه خلال 4 أشهر، ألا وهو مكتب تلمسان الذي أثبت جدارته وأثبت نشاطه الميداني بالولاية. أود أن أشكر كل من ساهم في إحياء هذه الفعالية، وعلى رأسهم السيد والي ولاية مستغانم والدكتور محمد مرواني مدير الثقافة بالولاية لمساعدته ومرافقته لنا طيلة الأيام، أيام الجامعة الصيفية. الشكر الجزيل لكل من ساهم وشارك وحضر معنا خلال هذه الأيام التي أردناها أن تكون أيام تكوينية لفعالية أعضائنا ومكاتب ولاياتنا. سررت بمشاركتي في الجامعة الصيفية مستغانم من 25 إلى 31، مسك الغنائم حق مستغانم، مسك الغنائم. كذلك مكتب تلمسان له فاتي في الجمعية الوطنية للإبداع الثقافي، تأسس يوم 25 ماي 2023 من هذه السنة، وحظينا اليوم بتكريم من طرف الجمعية الوطنية كأحسن مكتب ولائي في الجمعية. دمتم دائما ديما وفاء، الوفاء للجميع، الوفاء للوطن، الوفاء تسكنوا فينا، وشكرا. إذا تحت رعاية كريمة للسيد والي ولاية مستغانم انطلقت الجامعة الصيفية للجمعية الوطنية الوفاء للإبداع الثقافي بمركز التكوين المهني خلوبة، نشاطات علمية ثقافية سياحية يعني كانت في التظاهرة، يعني كلفنا السيد والي ولاية يعني بافتتاح هذه الفعالية يعني يوم الجمعة الماضي، والحمد لله يعني كانت فرصة للتدريب للتكوين والتأطير الجمعوي. نحن نشيد طبعا أنه النشاط اللي كان موجود في هذه الجامعة الصيفية كان جواري وكان سياحي وكان قطاع الثقافة والفنون الحاضر.